السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متطبيق قناة العلوم. الفيديو ينتبه المفيد على المدرسة العليا للأساتذة، المدرسة العليا للتربية والتكوين، كلية العلوم والتربية. قبل ما نبرشو الفيديو، دعمونا بالإعجاب بالتعليقات الإيجابية، بنشر الفيديو مع الأصدقاء باش تتم الفائدة، وفي الأخير بالاشتراك في القناة. إذن واحد النقطة اللي نركزو عليها، لان شفت جول التلاميذ عندهم هاد الاشكاليه، واش خصني نوضح الدوسي ديالي حيت درت لي تحسين الاختيار بالنسبه للتلاميذ اللي داروا تحسين الاختيار، يعني وبالنسبه للتلاميذ اللي ما جاهمش تحسين الاختيار، يعني انهم جاهم داك الاختيار اللي بغاو. اذا غادي يحطوا الدوسي ديالهم الاداري في المؤسسه اللي جاتهم، في المدينه اللي جاتهم. إذا بالنسبة للتلاميذ، سواء التعليم الابتدائي أو التعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية أو التعليم الثانوي بجميع التخصصات، اللي دخلوا الحساب ديالهم ولقوا سميتهم ولقوا المؤسسة اللي تختاروا فيها المؤسسة في ديك المدينة، إما غادي يعطيهم ديك المؤسسة اللي جاتهم في الاختيار الأول، يعني بدون طلب تحصيل الاختيار، ويقدر شي تلاميذ غادي يجيهم طلب تحصيل الاختيار. اذا غادي يديروا خص يديروا طلب تحصيل الاختيار، وغادي يدفعوا الدوسي ديالهم، يعني التلاميذ اللي خص يديروا طلب تحصيل الاختيار ويدفعوا الدوسي ديالهم، وحتى دوك التلاميذ اللي ما جاهمش تحصيل الاختيار، يعني غادي يكون جاهم الاختيار الاول، يعني ما جاهمش تحصيل الاختيار، حتى هما خص يحطوا الدوسي ديالهم الإداري في المؤسسة اللي خرجت لهم نهار 3 أو 4، إما يحطوا في نهار 3 أو يحطوا في نهار 4، ماشي مشكل، أكتوبر 2023. يعني جميع التلاميذ اللي دخلوا الحساب ديالهم وشافوا النتائج ديالهم وخرجت لهم السمية ديالهم وخرجت لهم المؤسسة اللي غادي يلتحقوا بها، يمشيوا يتسجلوا وخا داروا تحصيل الاختيار. وحتى التلاميذ الاخرين اللي ما جاهم تحصيل الاختيار، اذا هادي يكون جاهم الاختيار الاول، خاص يحطوا الدوسي ديالهم. غادي نوريكم واحد المثال، نشوفوا شي تلميذ اشنو هما التخصصات اللي جاهم، وملاحظة اخرى، راه خرجوا التعليم الابتدائي وخرجوا التعليم الثانوي، اذا عنده الحق في الاختيار واحد، اما هادي يختار غادي يقرر باش يختار يمشي اما التعليم الابتدائي، او يختار باش يمشي التعليم الابتدائي تخصص الامازيغيه، او غادي يختار يمشي للتعليم الثانوي في احد التخصصات. شكون هاد الفئه؟ هادو هادوك اللي خرجوا لهم كاملين، حيت كاين اللي يخرج ليه التعليم الابتدائي بوحدو، كاين اللي يخرج ليه التعليم الابتدائي تخصص الامازيغيه بوحدو، كاين اللي يخرج ليه التعليم الثانوي مثلا اللغه الفرنسيه، او غادي يخرج ليه اللغه، او غادي يخرج ليه الرياضيات مثلا. اذا هذا ما عندوش اشكال، خرج لي تخصص واحد غادي يمشي لي. كاين اللي يخرجوا لي 3 تخصصات او 4 تخصصات، كاين اللي يخرج لي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، اذا غادي يختار واحد تخصص وغادي يمشي يحط فيه الدوسي ديالو، متفقين؟ اذا كما قلنا جميع التلاميذ، واخا خرج لك تحصيل الاختيار ولا ما خرج لكش تحصيل الاختيار، سواء خرج لك تحصيل الاختيار ولا ما خرج لك تحصيل الاختيار، خصك تحط الدوسي ديالك في المؤسسة اللي تقبلتي فيها. وهادوك اللي خرجوا من تحصيل الاختيار بطبيعة الحال خص يديروا تحصيل الاختيار، علاش؟ لأنه غادي يقدر من بعد يتبدل ليهم داك الاختيار، واخا حطوا الدوسي ديالهم في ديك المؤسسة، دي مثلا نفترضوا بأنهم حطوا مثلا الدوسي ديالهم في أكادير، ولكن هما بغاو مثلا مراكش، اذا خص يمشي يحط الدوسي ديالو، خرج ليه المؤسسه اكادير مثلا، خرج ليه المؤسسه هي اكادير في الاول، غادي يمشي يحط الدوسي ديالو في المؤسسه ديال اكادير، ايسيف ديال اكادير، وغادي يكون خص يكون داير تحصيل الاختيار، باش عاوتاني مورا، يعني مورا 4 نهار 5 يدخل الكون ديالو 5 او 6، ما عرفناش بالضبط امتى غادي تخرج الغزيلتا ديال هادوك ديال لوائح الانتظار، من 5 ولا 6 يدخل ويشوف واش تحصل ليه الاختيار، حيت يقدر يتحصل ليه الاختيار تجي من مراكش،
ديك الساعة دي يمشي يجيب الطوسي ديالو من أكادير يحطو في مراكش، ويقدر ما يخرج ليه مراكش يخرج ليه شي مؤسسة أخرى، فدير على حساب الترتيب اللي عطى لي اللي دار في الأول، عجبها ديك المؤسسة التانية يقدر يلتحق بيها، يهز من أكادير يمشي ديك المؤسسة أخرى، ويقدر ما تجي حتى مؤسسة تبقى لي أكادير، ولكن يقدر واحد الاحتمال على التانية يعطيه تحسين الاختيار، يدير مرة أخرى على التاني تحسين الاختيار، وهكذا ذلك حتى يسالي على تحسين الاختيار. تشوف شحال من مرحلة، يقدر تكون مرحلة جوج ويقدر تكون مرحلة ثلاثة، كيما شفتو في ديال المدرسة العليا للتكنولوجيا. إذا أنا ندخل نشوف واحد المثال ديال واحد التلميذ، إذا مثلا غادي نمشي للبريمير كما تلاحظوا، ندخل ليه كما تلاحظوا هاد الطالب هذا راه تقبل في التعليم الابتدائي المدرسة العليا لأساتذة بمراكش، ولكن هنا كما تلاحظوا ما عطاوليش تحسين الاختيار، كما تلاحظوا هنا ما عطاوليش تحسين الاختيار. علاش؟ لأن هذا التلميذ هذا ده الاختيار ديالو مراكش هي الأولى، كما تلاحظوا شتي هو تسجل اوتوماتيكمون في المدرسة العليا لأساتذة بمراكش، إذا خاصو يحط الدوسي ديالو في المدرسة العليا لأساتذة بمراكش، إذا حيت ما عندوش تحصيل الاختيار. لو افترضنا عنده تحصيل الاختيار، غادي يدير تحصيل الاختيار وغادي يحط الدوسي ديالو في المؤسسة مثلا خرجت لي مراكش، غادي يمشي يحط الدوسي ديالو في مراكش ويتسنى تحصيل الاختيار على حساب داك الاختيار اللي حط في واحد ولا جوج ولا ثلاثة مثلا، حيت من بعد من يحط الدوسي ديالو في مراكش، من بعد مثلا من يسالي التسجيل اللي انا دي سالي في 4 بالنسبة للائحة الرئيسية، يعني 5 خص يدخل يشوف، يقدر تخرج في 5 او 6 او 7، يخرج غالبا يقدر يخرج في 5 ولا 6 ويدخل السيت الموقع الحساب ديالو ويشوف واش عطاو تحصيل الاختيار، عطاوه تحصيل الاختيار ديك المؤسسة اللي بغا مزيانة دي ميزة الدوسي ديالو من مراكش ويديها للمؤسسة اللي عطاو ليه هو، ما عطاو ليش بقات ليه مراكش، وغادي يشوف واش يمكن نعاود تاني يعطيه تحسين الاختيار، الا عطاه تاني تحسين الاختيار خص يكليكي تحسين الاختيار باش تشوفوا هذا المثال بالضبط ديال تحسين الاختيار، يقدر يدخل القناة ديالي ويشوف الفيديو اللي تنهضر فيه على الاوستي التلاميذ اللي تقبلوا فيها. اتفقنا؟ غادي نحاول نرجع عاود تاني نشوف مثلا الفرنسي مثلا اش عطاني، انا ما تقبلتش في الفرنسية، ونبقى نشوف كذلك كاع جميع التخصص اللي ترشحت فيهم، مثلا هاد الجيستيون، مثلا هادي ديال سيونس اندستريال بور لانجينيور، نشوف مثلا لي سيفيتي واش تقبلت فيها وهكاك، نشوف حيت غادي نختار ديك الساعة اين التخصص بغيت انا، الا جاني شي تخصص ديال الثانوي غادي نختارو، جاني شي جاني هي البريمير غادي نختار البريمير، جاني بريمير و الثانوي ديك الساعة غادي نقرر انا اين هو اللي غادي نمشي ليه، واش نمشي البريمير ولا الثانوي. وبالنسبة باش نعرفو الوثائق غادي نشوفو على حساب كل تلميذ اجاه من مؤسسة ايسيف المدينة ولا انيس المدينة ولا ديال فاكولتي سيونس ايديكاسيون اف اس او ديال رابعة، هادي تجي كتب لم الا كان اي سيف هادي كتب اي عفوا، الا كان اي سيف هادي كتب اي سيف والمدينة، الا كان انيس هادي كتب انيس والمدينة، مثلا اي سيف اكادير، اي سيف الجديدة ولا انيس مراكش، انيس كازا، انيس رابعة ولا اف اس او رابع فاكولتي سيونس ايديوكاسيون رابع، اذا نكتب هذا يخرج لي هذا هو السيت الاول، ان كليكي على هذا السيت هذا غادي يخرج لك هو السيت الاول اللي يخرج لك ديما، اذا غادي نكليكي على هذا غادي يعطينا هاد الباج، عفوا ندير رجع اللور، غادي يعطينا هاد الباج هادي هي الاولى، اذا هاد الباج هادي هي الاولى كما تلاحظوا، غادي نجي لهنا ننزل لتحت ونقرا الاعلانات كما تلاحظوا، هذا هو الاعلان إلى المترشح المقبولين في سيكل الإجازة في التربية للمدرسة العليا للتربية والتكوين أكادير، أنكليك عليها غادي يخرج لنا هاد الإعلان، ها هو كما تلاحظوا هو هاد الإعلان بالنسبة لإيسيف أكادير، اللي يقدر ديرو بوز الفيديو، ها هو السيكل الإبتدائي والسيكل التعليم الثانوي،
إذن عندكم ثلاثة أو أربعة باش تحطوا الدوسي ديالكم. كاتب لكم هنا الساعة من الثامنة والنصف مساء إلى حدود الساعة الواحدة زوالا. إذن هذا دي حبسه في الوحدة ديال العشية. إذن باش تكون هذا الملف، هذا كما تلاحظوا ها هو الملف، شهادة البكالوريا الأصلية، عقد لزياد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، حجم A4، يعني خص تكون كبيرة، الحجم ديال الورقة الكبيرة، الورقة البيضاء كما تنعرفوا هي الحجم ديالها A4. يعني كما تلاحظوا النسخة من بطاقة التعريف الوطنية خص تكون الحجم ديالها كبير، يعني قدها، يعني تصوروها، ما بتقول لي تقول صوري هذه البطاقة على شكل حجم A4. إذا 4 صور شمسية. النظام الداخلي كما تلاحظوا هذه راير ايماج، صورة كما تلاحظوا صورة. إذا خصني نكتب هذا العنوان، هذا نكتب هذه الكلمات كاملين ونجي نحطهم هنايا، نحط هذه هنايا ونكليكي على اونتري في الكلافي، ولا على حسب التليفون ندير ريشيرش في التليفون ويطلع ليا هذا النظام الداخلي المؤسسة. عاود تاني شهادة تأمين تسجيل، عفوا شهادة تسجيل في التأمين، يعني لاسورونس، هذه لاسورونس، هذا اللين، هذا غادي نوريه لكم. يمكن تكتبوه، تشدوا هذا تكتبوه كامل هذا وتكتبوه هنا في هذا لابار هذه ودير اونتري، ولا تنحطو لكم في سميتو في صندوق الوصف اللي هو هذا كما تلاحظوا، هو هذا سكولير مامدا ام سي ام ا، هي هذه كما تلاحظوا هنايا، هو هذا سكولير مامدا ام سي ام ا، تفهمنا؟ اذا وعاود تاني، يعني اش يقول هنا، وصل الدفع غير مدبور، غير مقبول عفوا. اذا الروسي باش تخلص ديك 50 درهم ما مقبول، خصو يخرج لكم ديك الشهادة في الاخر. غادي نوريكم الطريقة. بالنسبة لامو، يعني التسجيل في الاجباري عن المرض، تشدو هذا كامل، تشدو هذا العنوان كامل وتحطوه هنايا وديرو اونتري في الكلافي، ولا على حساب التليفون ديرو ريشيرش، تكليكو على ريشيرش، تتكليكيو على ريشيرش ولا اوكي، وتيخرج لكم السيت فاش ديرو التأمين الإجباري على المرض، تفهمنا؟ انا عطيتكم مثال باش تقلبوا لي. بالنسبة ديال مراكش راه غادي نحط لكم تا هو اللين كما تلاحظوا، ها هو دا هو ديال مراكش. بالنسبة للوثائق هو هذا كما تلاحظوا هنايا، هو واحد الفورمولير غادي تعمروه في السيت، هذا الفورمولير غادي نوريكم الطريقة ديالو، فورميلير هذا. وعندكم هاد الوثائق ها هما كما تلاحظوا، هادو هما الوثائق، هذا كوبي ديال دو كوبي ديال الفورمي ديال فيش بي دي اف دانسكريبسيون، هو هاد الفورميلير هذا اللي غادي نسجلو فيه. غادي نوريكم هاد الفورميلير، هتخرجو ديرو منه جوج صور، عندكم لوريجينال ديال الباك وجوج فوتوكوبي، لوريجين ديال الباك وجوج فوتوكوبي ديال الباك، جوج فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، جوج فوتوكوبي ديال ايدونتيتي ريسون، يعني فوتوكو الصورة الشمسية. هنا اوتوريزاسيون دي ديتور، هادو بالنسبة اللي عندهم، هادو بالنسبة اللي عندهم قل من 18 سنة، اللي عنده فوق 18 سنة الفوق ما عادش يحتاج هاد لوتوريزاسيون. وتذكروا هذا غادي نوري لكم ديكلاسيون سور لو نور و لو شارت دي ديديو، يعني القانون الداخلي، غادي نوريكم. وهنا خصكم سميتو لاسيرونس، هي هادي، انا نوريكم الطريقة. اذا كما قلت لكم ها هو الاشهاد، ها الديكلاس سور لو نو، ها هو الشهر، غادي نحطو لكم تكليكيو عليه وغادي تيليشارجيو. اذا بالنسبه للاشهاد، قلنا الاشهاد بالنسبه للتلاميذ اللي العمر ديالهم قل من 18 سنه، يعني 17 وشي حاجه لتحت، اللي عنده 18 للفوق ما غاديش يحتاج هذا الاشهاد، غادي يحتاج هي الديكلاراسيون والشارت دي ديديو اللي هو القانون الداخلي. اذا بالنسبه للفورمولي كما قلت لكم، بالنسبه للفورمولي غادي تعمروا هنايا، هذا هو الفورمولي، نخلي لكم الرابط ديالو هو هذا. الى رجعنا للصفحه الرئيسيه كما تلاحظوا هو هذا، راه اخر اجل ما هو 1/11، اخر اجل باش يتسجلوا هو 1/11/2022، اذا باقي الحال حتى 11 نوفمبر 2023، عفوا 11 نوفمبر 2023. اذا عندي بكالوريا مغربيه ولا بكالوريا اجنبيه، بكالوريا مغربيه غادي نكليكي على هكا، ديك الساعه نتسجل في الموقع، نخلي لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للمنضى
كما تلاحظوا هذه هي السيت ديال المنطقة. غادي نختار لونيفرسيتي كما قلت لكم بالنسبة لأكادير، هي تلقاو هنا يونيفرسيتي بنزوها، ونختار ديك الساعة المؤسسة فين هي ايكول سوبيريور ايديكاسيون، هي ايكول سوبيريور ايديكاسيون دو فورماسيون. بالنسبة ديال مراكش هنا راه تلقاو ديال مولاي بني ملال، هتلقاو تاني حسن بريمير الحسن الأول، يونيفرسيتي حسن الأول اللي تفوجدة، كاينة ديال الجديدة، وهذه ديال الانستيتيو سوبيريور دي بيش ماريتين، هذه ما داخلينش فيها حنايا، هذه تختاروا هادو. بالنسبة اللي عندهم ام سي ام ا، كاين شي مدارس راه ما غادي يعطيكم سيت اخر ماشي هذا. اذا نختاروا مثلا ديال مراكش هو، وغادي نختاروا ديال انيس مراكش. نيس غادي نعمروا الاسم ديالنا الكنية، عفوا غادي نعمر الكنية، غادي نعمر الاسم ديالي هنايا، ندير التليفون، ندير التليفون هنا، لاكارت ناسيونال، اختار السنة الاولى، عفوا نختار 2000 السنة ديال 2023 2024، نختار السنة الاولى، غادي ندخل هادي، نكليكي عليها الصورة ديال البطاقة التعريف الوطنية كات. اذا غادي ندخل الصورة ديال البطاقة التعريف الوطنية، خصني اما يكونوا جوج ريكتو فيرسو، ولا يكونوا الوجهين مجموعين في ايماج وحده. اما الا كانوا عندي مفرقين، عندي الصوره الاولى ديال الوجه الاول، الصوره الثانيه ديال الوجه الثاني، هنكليكي على هذا وندير اوفري، ونعاود نكليكي هنايا، نختار ديك الساعه الصوره الثانيه، فهمنا؟ ولا جمعتهم، الا بغيت نكلي نجمعهم في صوره واحده، الوجه الاول والوجه الثاني، ونديرهم في ايماج وحده، فهمنا؟ اذا ندخل الصوره، غادي نعلم هادي ونعلم هادي، وندير اونفوي. من بعد ما ندير اونفوي، غادي يخرج هذا الميساج هذا، تيقول لي خصني ندير كونتيني، غادي نكليك على كونتيني. ملي نكليك على كونتيني اتفقنا، غادي يجيني واحد الميساج في التليفون ديالي فيه أربعة الأرقام. دوك أربعة الأرقام غادي نحتاجهم، غادي نجي نكليكي على ديجا انسكري، نكليكي على ديجا انسكري، ندخل هنايا النمرة ديال لاكارت ناسيونال، وندخل دوك أربعة الأرقام اللي جاوني في التليفون ديالي. عندكم نخطئو التليفون، عندكم نخطئو في التليفون، إذا غادي نكتب دوك أربعة الأرقام، نكتب دوك أربعة الأرقام، فهمنا؟ وندير فاليدي، فاليدي. نبدا ندير فاليدي، نكليك على فاليدي، هاي تخرج ليا هاد الصفحة هادي. ملي تخرج ليا هاد الصفحة، غادي ننزل للأسفل، فهمنا؟ غادي ننزل للأسفل، ديك الساعة غادي نلقى آج، غادي نلقى هاد الريب، هاد الريب هذا خصني نسجلو، كيما تلاحظو هو هذا، هذا هو الريب. فين غادي نمشي من بنكة؟ خصني نمشي التجاري. التجاري وفا بنك، هاي كما تلاحظوا التجاري وفا بنك، التجاري، وغادي نهز هاد الريب ديالي، والكود دوك ربعات الأرقام، دوك ربعات الأرقام خصني نديهم معايا، و الثمن هو 50 درهم. مني تنخلص تنمشي للبنكة ديال التجاري، وغادي نعطيهم هاد الريب هذا، نقول لهم بين تخلص 50 درهم نصيفطها في هاد الريب هذا، هاد الريب هذا نصيفط 50 درهم، غادي يعطيني واحد الروسي ديال الخلاص. داك الروسي ديال الخلاص غادي نصورو بالتليفون، وغادي نجي لهنايا كما تلاحظوا، غادي نجي لهنايا خصني ندير جوان دو روسي، نكليك على هادي، هادي غادي تخرج ليا، تخرج ليا كما لاحظنا قبيله، كما درنا في هاد العملية ديال هادي، كما درنا في هاد العملية هنايا، غادي نعاود نديرها هنايا، غادي يخرج ليا البلاصة فين حط الروسي، فهمنا؟ إلا حطيتو في البيسي غادي نمشي للبلاصة، نكليك على هادي ونمشي للبلاصة فين حط في البيسي. نبدا ندخل الروسي ديالي، تنعلم على هادي وندير اونفوي. ديك الساعة غادي نتسنى واحد الوقيتة، ربما يقدر تسناو 24 ساعة، عاد من باش يجاوبوكم في ميساج، ولا ما جاوبوكم ممكن نعاود تاني ندخل، غادي نعاود تاني ندخل، تفهمنا؟ غادي عاود تاني ندخل من جديد، وغادي نجي للسيت، وغادي نجي لهاد ديجا انسكري، غادي ندخل الرقم التعريفي البطاقة الوطنية، وغادي ندخل يعني رقم التعريف ديال البطاقة الوطنية، وندخل داك أربعة الأرقام اللي عطاوني، وتندير فاليدي. ملي تندير فاليدي غادي تخرج ليا هاد لاتيستاسيون هادي،
تخرج لهاد لا ديستاسيون غادي نتيليشارجي هاديك الساعة، نتيليشارجي من هنايا ولا حسب التليفون، إلا كنت خدام في التليفون غادي يعطيني كيفاش نتيليشارجيها في التليفون، اللي دي تتعامل مع التليفون، غادي نتيليشارجيها غادي نحطها في اليو اس بي ديالي، أو غادي نهزها في التليفون ولا نصيفطها في الواتساب ونمشي نطبع، أو نصيفطها في الواتساب ونمشي نطبعها عند المكتبة، ديك الساعة غادي نرفقها مع الوثائق، ديك الساعة غادي نديرها مع هاد الوثائق، سواء لينيس ديال مراد او ايسيف ديال اكادير او ديال بني ملال الى طلبوها لي في ديال بني ملال او ديال جديده، يطلبوها لي في ديال جديده، ربما غادي يكون عندهم نفس سميتو ديال لاسيرونس. هادو هما المؤسسات اللي عندهم. الى جينا مثلا ديال دكاله الشعيب دكاله الجديده، غادي نشوفوا بانها هي ايكول سوبيريور ديديكاسيون اي دو فورماسيون، الى طلبوها ليا راه هي هادي نادي نعمر اسميتو. كاين شي مدارس ما كاينش هنايا، شي جامعات راه ما كاينش هنايا، مثلا ديال فاس ولا مكناس، غادي يكونوا حاطين ليهم ولا كازا ولا الرباط، كما تلاحظوا هنا ما كايناش كازا ولا الرباط، راه حاطين ليهم واحد لاسورونس، حاطين لهم اسورونس واحده اخرى مخالفه على هادي. وبهنا نكمل الفيديو في فيديو آخر إن شاء الله.